القلب، شرايين القلب عم تصير متسكره وقريب من الجلطه، يعني خلاص ما بيني وبين الجلطه الا لمحه بصر، يا موقف يا كذا وتجيه جلطه. شو يصير عنده؟ يصير او علامات تتنفخ سيقانه، لا طول في السفر ولا جلوسه انتفخت رجوله، يروح الحبوب المساج يعطونا حبوب يعطونا ادويه تزيد مرضه. لا ده الحاله علاجه سهل جدا، نعمل له تمرين وهو انه يقرب عند الجدار يتشرقد ويرفع رجوله على الجدار درجات 90 اي نعم من 5 دقائق الى 1/4 ساعة. هذا الحركه دي تفتح شرايين الجسم كلها، الدوالي، شرايين القلب، التخثر في الدم، كلها يفتح أجهزة الجسم كلها ويشغلها، لأن الدم يكون تصادم عنده، القلب يضخ ويبي يرقى فوق عند القدمين والقدمين تنزل عليه الدم، فيصير تصادم، تصادم وبإذن الله بإذن الله لو قال واحد يا أخي أنا مشيت انقطع أنفسي، يسويه لي وبعد أسبوع يجي يكلمني، أقول له اركض ولا ينقطع أنفسه، بإذن الواحد الأحد، هذا بالنسبة حق علاج الجلطات. الله يجزاك خير.